اللي جاوب في البرايم نصها يرجع لك انت. لا محمد انت كم نقاطك ابو 851 و 52 نصها انا ايش كفو ما حسب كلها لك يا ابو حسبتها طويله ترى حل الفراغ يقولون انك ركبت خويك يا ديبان لا والله ما ركبت يا اخوي خذاها ابو خالد والله لا لا كل حق وهذه منافسه اكيد لا لا امور طيبه اكيد بس اقسم بالله انها كانت انا ما حطيت موقف ما حطيت بالله درس ولم انسى في تاريخ وشو وشو حياتي وشو والله انه في كيده يرجع اي والله وشو اللي درس ايش وش تقول درس؟ درس بحياتي يوم صارت عند علي ابراهيم من اليوم والله انه درس يا حظ اللي بيصير شو اسمه في ذا الموقف يا انه والله بيجي ضغط سكر انا تعرف شنو؟ بس ذكر الموقف حول حول قوة ثانية قوة ثانية احنا بعد تجيني صدمة خلاص ترى في بعض الاسئلة والله انا اعرف اجوبتها لكن من الربشة اي من الربشة وقوة ما تعرف احنا ربشتنا اقوى قوة اي قوة الموقف احنا نقول انتم اهون وتقولون احنا اهون حول حول لا لا والله الحين اهون اللي انت كانك تبي تنقذ خويك لا تقول حول والله اي نكبه يا ولد هناك اي والله وشين هذه يعني حلوه حركتك يو... لا بين محسن مر محسن ولا من الثاني كان ويا فيصل عبد الله اخوي جد مش قال فقير حركتي شنو تقول عبد الله يقول ما يحول على فيصل يقعد جمهور جدر يقول ما يفهمش لا بس انها قلت لك انكم بتعلمون اكيد مو عن لان كان يمديكم ولا مو عن هذه السماعات حاطين في اذوننا مدروس الوضع ترى ما حد يقدر يساعد ثاني فيها شو اسمه اي والله من اليوم تقهوى عبد الله اي الحين والله راح يلا طيب الربع انا والله بعد رجال ابغى ارجع نفسيه تمام بروح ارد ناس بوت ترى كذا يلا متى بتقعد؟ المغرب؟ ان شاء الله نشوفك على المغرب يا عيال لا لا والله ان شاء الله صلوني صلوا اسمع طيب نصلي كنسل صحيني صلاه الفجر يا صالح اذا جاي صحيك احمد سعود حاول انك تقول لبيه ليه يخسر رد بغضب انا رد بغضب رد بغضب يا اخي مو رد غضب هذه راقد كذي انا ما شاكي اول ما تشوف الراقد اللون ترى حتى تنام كذا غلط برا هني في الميلس راقد كذي والله العظيم راقد كذي نسوي كذي انا والله العظيم كذا افكر في الحلم قاعد جانا خبر يقول في واحد من الشباب عطس ما قال الحمد لله فانك تخصم لا يا ولد لا تنشعر ما صحيح ما ادري بس في واحد شرب اليمين بس انه ايش سوى قال بسم الله وشرب وكل شيء تمام وكان جالس برضه طيب بس ايش المشكله فيه ما سالتوني ما خلصك بس ما خلصها كامل حلو ساعتك لا والله ان شاء الله بكره بس يجي منظم واحد من العيال ان شاء الله ونرتاح بس انا احس بعد السعوده شفت احس في شخصيات بتتغير احمد سعود احمد سعود شفت جواب محمد بكره شو يسوي ترى قصدك انت اما انا قصدي ترى يقصدك اسمع تدري الواجب منظم ايش بيسوي توني بتكلم عن ابو محمد لكن ورا كمشي اذا بس بس عدلت المشي حقتك انا قلتها بكره لا بعدين شغلتي المار خصم كالعاده لا انا بكره ان شاء الله قد قلت لكم اذا لو قدر الله وقال ان صالح منظم اللي يمشي كذا سيده اللي يمشي سيده خصم بالله سؤال واللي مزبوط سؤال كيف واجل انا ابشر بالدرجه شنو الشعور ابن الدرجه ما غير لك اعرف تحب العالم تمشي وليد شنو شعورك لو قالوا احمد سعود بيصير منظم مره ثانيه الله يوفقك ويقويك انا ما ابغى منظم لا 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 احمد علي انا والله انا ايش بسوي والله راح احمد سعود والله ما نبغى منظم ما تبون منظم والله والله العظيم ما نبي والله والله انه تخوف والله يا اخي انت امانه يا اخوي تقعد سلامه لحظه انا لا كلمه صراحه هد ولا ايوه قدام الله رب العالمين ايوه انا اللي كتبته ظالم فيه ولا مظالم اذا كانت حتى ظالم ظالم الله اعلم لا احمد افتح ظالم ظالم الله اعلم لكن ظالم الله اعلم بطاريه خصم بطارية خصم أقسم 70-30 والله صادني خصم والله صادني خصم هذا لك صادني خصم ربي سبحانه 70-30 ربي سبحانه مستانسين صح كلكم مستانسة لا فعلا مستانسة كلنا مستانسة